صباح الخير، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. حبايبي، حبيت اليوم اشارككم التنظيف مالتي. واريد اغسل الجراتيب مال التخم عندي، قلت اسوي لي تنظيف سريع، وحبيت اشارككم التنظيف مال اليوم. ابقوا وياي. وهنا عندي هاي الشقة قبل التنظيف، حبيت اشوفكم اياها. بعدني ما منظفة، اشوفكم قفل وبعد. هنا هاي غرفتي يوسف، هم بعدني لين قبل شوية قعدت. وهاي الصالة هم بعدني ما منظفتها، اريد اشيل الشراكه وشراكه الكوشات هم اغسلهن، اريد اسوي حملة عليهن. هذا المطبخ هم اريد انظف. انا غسلت المواعين ومساحة عندي بس الكاونتر، وبعدني كل شيء ما مسوية. هسه راح ابدي وياكم انظف ان شاء الله. ابقوا وياي. بس حبايبي اكمل ان شاء الله واشوفكم الباقي. احط وجبه بالغساله، ما انشرجت. هنا حبايبي راح افتح الغساله، هسه راح اشغلها. هنا تغسل الوجبه الاولى وتخلص ان شاء الله احط الوجبه الثانيه. وهنا انا شريت عندي هاي الوجبه مال هدوم، وهاي الوجبه كانت غاسلتها هم شلتها، هسه راح اصفطها. هنا خلصت عندي الوجبة الأولى، وهنا أنا راح أحط الوجبة الثانية. هنا هاي الوجبة الثانية راح أشغل هسه الغسالة. خلصت عندي هنا الوجبة الأولى، أشرها إن شاء الله وأكمل وأشوفكم شنو من أخلص يعني. وهنا أنا رتبتها لغرفة يوسف، بقالي عندي بس الكنس. وهنا أنا غرفة عبد الله هم نظفتها، لا جاي يلعبون الجهال. بقالي بس الكنس، وهنا ما عندي أنا شيء. وهنا الاستقبال مثل ما قلت لكم كله كملته، ومساحة الأخشاب مالته. بقالي بس الكنس والمطبخ، ما عندي شي بيه بس اعزل المواعين ووراها اطبخ. وانا هسه راح اخلص الصاله.
مطبخا واصور لكم نهايه الفيديو ان شاء الله نهايه التنظيف كله. ويلا غدا. وهنا تكرمون غسلت التواليت كملته. السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله بخير. هنا انا راح اسوي فاصل وحبيت اشاركها وياكم. حطيت هنا الجدر وراح احط اللحم اخليه يحمس واحط فوق الفاصوليا يستوون سوا. حطيت اللحم اخليه يحمس وان شاء الله اخلص واشوفكم ياهم. حبايبي عندي حمص اللحم، هسه راح احط الفاصوليا. وهنا بعد ما حمص عندي اللحم حطيت الفاصوليا وحطيت لهم موية، هسه راح اخليهم يستوون. خليهم يستوون الفاصوليا واللحم سوا. هنا الفاصوليا بعدها بغادرها بعد بس شوية تستوي هي واللحم. وهنا هذا الثوم حطيته، راح اخليهم شوية يستوون واحمس المعجون فوقها واخلي لها مية عشان اشوفكم ياها. هنا عندي استوى اللحم واستوت الفاصوليا، راح احط هسه المعجون. راح احمس المعجون وياها. خليهم يحمسون شوية وأذب فوقهم المي وأحط الملح. وهنا أنا خليت المعجون يحمس ويا الفاصوليا واللحم على مود يصير طعمها قوي، وراها أدير المي. هنا بعد ما حمس عندي المعجون راح أحط المي وخليهم يفورون. حطيت لها ملح وحطيت لها زيت، نسيت اقول لكم بالبدايه. وهنا انا راح اخليها تفور لحد ما تدخن ان شاء الله اطفيها. وهنا عندي الفاصوليا استوت وفخنت صارت بهذا الشكل. حبايبي عندي جهز التمن، طبخته والفاصوليا جاي تستوي. وهنا أنا صبيت أكل للأطفال لأن أنا ما أتغدى هسه، حبيت أشوفكم هاي المرقة طبختها والتمن. هذا حطيت لهم لون حمر. وهنا أنا خلصت عندي الاستقبال وحطيت الشراجف مال الكوشات ومال التخم، صار عندي بهذا الشكل. هنا غيوتي هم قاعد، خلاص عندي صار هسه، صارت هسه الشقة نظيفة. هاي الشرشف مال الميسم حطيته، هاي هنا كله عزلته، والمواعين مال غدا هسه وانا غسلتهن، والغرف مال الجهال هم نظفته. ولهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يعجبكم الفيديو مال اليوم، ولا تنسوا اللايك واشتراك وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد انشره. ومع الف سلامه.